للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 23 تحدث بموجب مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة. الكلمة للسيد الوزير لتقديم مشروع القانون فليتفضل مشكورا. سيد الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين، يشرفني أن أعرض على أنظاركم مشروع قانون 23 بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، والذي حظي بالمصادقة عليه بالإجماع من لدن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلسكم الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 يونيو 2023، وهو مشروع تم إعداده وتنفيذه للإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وذلك في إطار العناية المولوية التي يوليها جلالته حفظه الله لورش الإصلاح المنظومة الصحية الوطنية بكافة المؤسسات المكونة لها كيفما كانت طبيعتها، التي تقدم خدمات صحية علاجية واستشفائية للمواطنات والمواطنين. هذا وتعتبر مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك محمد السادس مؤسسة ذات نفع عام لا تسعى إلى تحقيق الربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. وتتجلى الغاية الأساسية من إحداثها في تدعيم المنظومة الصحية الوطنية من خلال النهوض بالعلاجات وتطوير التعليم العالي والتكوين وكذا البحث والابتكار. وفي هذا الإطار ستطلع المؤسسة بالأدوار الآتية بيانها: أولا، النهوض بالعلاجات وتنويع العرض الصحي عبر التراب الوطني. وستتولى مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة تقديم خدمات طبية وعلاجية ذات جودة وفي مختلف التخصصات الطبية وتيسير سبل العلاج والاستشفاء لفائدة المواطنات والمواطنين كيفما كان نوع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاضعين إليه، فضلا على إحداث وتطوير البنيات الصحية من ضمنها المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالرباط وكذلك المركب الاستشفائي الجامعي بالداخلة، وذلك مساهمة من هذه المؤسسة في تحقيق التحدي الرئيس المتمثل في القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية وفق أفضل المعايير. ثانيا، المساهمة في التعليم والتكوين في ميدان العلوم والصحة اعتبارا للدور المحوري للتعليم والتكوين في تدعيم الموارد البشرية في المنظومة الصحية وسد الخصائص الذي تعيشه المنظومة في الأطر الصحية بجميع مكوناتها. وسيعهد إلى مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة بمهمة المساهمة في التعليم والتكوين في ميدان العلوم، ولا سيما عن طريق إحداث مؤسسات للتعليم العالي تتولى على الخصوص القيام بالتكوين العام والمتخصص في الطب والصيدلة وطب الأسنان، علاوة إلى إحداث مراكز للتكوين الأساسي والمستمر. ثالثا، البحث والابتكار استنادا إلى الأهمية القصوى والحيوية للبحث والابتكار في النهوض بالسياسة الوطنية في مجال الصحة، ثم إسناد بعض اختصاصات إلى المؤسسة في هذا المجال حيث ستتولى إنجاز أعمال البحث الهادفة إلى تطور العلوم أو المساهمة في إنجازها. رابعا، الدور الاجتماعي لمؤسسة محمد السادس والعلوم الصحة، حيث أسندت إلى المؤسسة مهمة القيام بأي عمل يكتسي صبغة اجتماعية أو إنسانية، بالإضافة إلى مساهمتها في تحمل مصارف العلاج المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص الغير قادرين على واجب الاجتماع. وفي مجال الحكمة كذلك ستخضع المؤسسة لقواعد الحكمة التي تسري على مؤسسات مماثلة فيما يتعلق بإدارتها وتدبيرها ونظامها الإداري المالي، وذلك على الآتي: بالنسبة للإدارة والتدبير، سيدير مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة مجلس إداري تحت رئاسة الرئيس المدير العام لمؤسسة الشيخ خليفة بن زيد. يتألف المجلس الإداري علاوة على الرئيس بتسعة أعضاء يعينون من لدن جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة وضمان حسن سيرها. أما الرئيس المدير فيتخذ جميع التدابير اللازمة لتسيير المؤسسة ويساعد في مهام مدير منتدب وكاتب عام ويعين من لدنه. ثانيا، كذلك بالنسبة لنظام المال المؤسساتي، تتألف موارد المؤسسة من عائد الأموال الموقوف عليها وعائد المنقولات والعقارات المملوكة لها وحصيلة الخدمات التي تقدمها وكذا حصيلة الأعمال التي تنجزها المؤسسات والمراكز التابعة لها وعائدة المساهمة في رأس المال الشركات، فضلا عن الإعانات التي تتلقاها من أي هبة أي هيئة وطنية أو دولية خاصة كانت أو عامة والهبات والوصايا. وستخضع المؤسسة والمؤسسات والمراكز التابعة لها لقواعد المحاسبة التجارية مع تعيين خبير محاسب عند اختتام كل سنة مالية لمراقبة التدبير المالي للمؤسسة والمؤسسات والمراكز التابعة لها وكذا صحة حساباتها وصدقها. وبغية تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المسندة إليها على النحو الأمثل، فإنه ستنقل إليها بكامل وبدون عوض العقارات والمنقولات التابعة للمؤسسات والمراكز الموجودة أو التي في طور البناء التي توجد في ملكية مؤسسة الشيخ خليفة بن زيد باستثناء تلك التابعة لمستشفى الشيخ خليفة بن زيد، وهي مؤسسات ومراكز تحمل اسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. سيد رئيس محترم، سيدات والسادة النواب محترمون، إن إخضاع مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة لقواعد الحكامة التي تسري على المؤسسات الممثلة فيما يتعلق بإدارتها وتدبيرها ونظامها للإداري والمالي وتمتيعها بمهام واضحة سيجعل من هذه المؤسسة التي تحمل اسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ذات
قيمة مضافة للمنظومة الصحية الوطنية، وستساهم بشكل فعال في القيام بتأهيل حقيقي لهذه المنظومة وفق أفضل المعايير بما يضمن الاستجابة للتحديات الصحية التي تواجه بلادنا. تلكم إذن هي الغاية الأساسية والخطوط العريضة لمشروع القانون المعروض على أنظاركم قصد الدراسة والتصويت. ولا يسعني في الأخير إلا أن تقدم بخالص الشكر للسيدات والسادة أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية والسيد رئيس اللجنة ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية على اهتمامهم وعنايتهم الكبيرة بهذا المشروع قانون وتفاعلهم الإيجابي معه وإجماعهم في على مضامنه، وهو ما يعكس حرصهم على الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية. والشكر موصول كذلك إلى كافة السيدات والسادة النواب والحاضرين معنا في هذه الجلسة العامة، راجين أن ينال مشروع القانون موافقتكم كما كان عليه الحال داخل اللجنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.